صديقي وزميلي السي مصطفى بيتاز، السادة رؤساء الفرق الأغلبية بمجلسي النواب، السيدات والسادة البرلمانيين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أولا اسمحوا لي بطبيعة الحال أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس فريق الاستقلال السي عمر حجرة الذي وعبره كل مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال الذين استقبلون اليوم في مقرهم مقر حزب الاستقلال الذي يحمل دلالات سياسية كبرى. أنا سعيد باللقاء معكم السيدات والسادة البرلمانيين في حوار صريح واضح بعيد عن القراءات السياسية الضيقة التي لا تخدم تنمية بلدنا ولا تخدم مساره التنموي، لأن التنمية والنمو وتطوير الوطن هو تراكمات لتجارب مختلفة، وقراءة التجارب في هذا التمرين الحكومي الذي يعيش منتصف ولايته حاولت أن أخضعه للموضوعية التامة من خلال شيئين أساسيين، المقاربة اللي غادي نجيو ليها من بعد وفي الأرض في الأمور اللي غادي نتحدثوا فيها. الخاصية الأولى أنني لن أصرف أي شيء في المستقبل، كل ما سأتحدث عنه هو منجزات من سنة 21 وبالضبط من أكتوبر 21 إلى 28 مايو 2024، حتى أبتعد كليا عن منطق التوقعات وبالتالي عن القراءات لهذه التوقعات. المسألة الثانية هو أن كل ما سأتناوله من أرقام ومن مواضيع خضعت لكل التدقيقات من طرف المؤسسات الدولية، وبالتالي فالرأي المحايد الموضوعي لهذه المؤسسات يفرض علينا أن نتعامل بموضوعية تامة مع هذه المعطيات. بلدنا بطبيعة الحال اليوم تعيش في دينامية تطورية مستمرة، الحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة وبمنطق علمي واقعي يمكن أن نزاوج دائما بين طموحاتنا وإمكاناتنا. وبالمناسبة فهذا العمل، وبعيدا عن، لا أريد الخوض في المقاربات السياسية لهذا الموضوع، ولكن من باب الإنصاف نقول بأن اليوم الحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده جلالة الملك أن يكون مبنيا على شقين اثنين، إحداهما اجتماعي والآخر اقتصادي. والحكومة وبصورة عامة، بعد أن ندخل في الأمور الموضوعية، بصورة عامة وبصورة دقيقة ومرقمة نجحت في تنزيل هذه الأوراش بشكل دقيق، خاصة وأن الأجندة اللي وضحها جلالة الملك نصر الله لمختلف هذه المشاريع كانت محددة في الزمان وفي السنوات وبالعدد. الموضوع الذي نتناوله اليوم هو موضوع باش نبسطوا الأمور، من حق أي مغربي أن يطرح هذا السؤال
كيف للحكومة أن تمول كل هذه المشاريع في ظروف دولية إقليمية صعبة، وكيف بإمكان الحكومة أن تضمن استدامة المالية العمومية؟ هذا الموضوع الذي أعتقد بأنه يكتسي راهنية قصوى لدى الرأي العام ولدينا جميعا لأسباب مختلفة. أولاها وجد في الكلمة عند أحد الرؤساء أن المسؤولية عند استدامة المالية العمومية وبحكم الدستور هي مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة. معناه أن كل ما نقوم به من تشريع مالي ومن إصلاحات مرتبطة بالمالية العمومية هي مسؤولية جماعية. المسألة الثانية، يوقع شيء عند الديكالاج لأن اللي تيجري السلايد باش نخلو أفكار مرسخة. المعطى الثاني لضرورة مناقشة أو لأهمية هذا الموضوع هو أنه بدون هذه الاستدامة لن تتمكن بلادنا أولاً من تمويل هذه الإصلاحات وهذه المشاريع، وثانياً من الحفاظ على توازنات قد يبدو للبعض أنها مواضيع هامشية ولكنها في الأصل وفي الجوهر هي أمور مهمة وأساسية. إن بدون الحفاظ على هذه الاستدامة وبدون التحكم في توازناتنا الماكرو اقتصادية لا قدر الله سنعيش ما عشناه خلال سنوات الثمانينات. وسنوات الثمانينات للتذكير فقط أن تبعات برنامج تقويم الكريم عشناها لمدة عقدين من الزمن. بالتالي فالأهمية نتاع الحفاظ على هذه التوازنات والحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية علينا، هذا هو المساج، هذا هو الخلاصة نتاع هذه الفكرة، علينا أن نستحضرها باستمرار في تدبيرنا سواء من جانبكم التشريعي أو من جانب تدبير الحكومة. اليوم باش نكونوا موضوعيين لابد في تقييم العمل الحكومي في هذا المجال لابد أننا نتكلم على نقطة الانطلاق. أين كانت ماليتنا العمومية في بداية الولاية الحكومية في سنة 2011؟ من أين انطلقنا؟ انطلقنا علاش قلت بأنه كل ما سأتناوله لن أصرف أي شيء في المستقبل، ما غندير سوف، حرمتها على نفسي تحريم، غادي نصرف غير الماضي. كنا في واحد العجز مالي كنت 7.1 صادق عليه البرلمان في القانون تاع التصفية وتناولته المؤسسات الدولية في مختلف تقاريرها. معناه أنه لا يمكن أن نختلف على أن العجز المالي في سنة 21 ما كانش 7.1، كان هو بالضبط 7.1. المديونية اللي انطلقنا منها في سنة 21 كانت 72.2%. وباش نذكر بأنه بين سنة 19 و 20 انتقلنا 12 نقطة نتاع المديونية لسبب بسيط. هذه الأرقام، صرفنا الأولى 3 مليار تاع الدولار الخط الائتماني اللي عطانا لصندوق النقد الدولي لتدبير جائحة كوفيد. وهنا لابد نفتح القوس أن الحكومة اليوم تتوفر على خط ائتماني في صندوق النقد الدولي ب5 مليار لم نلجأ إليه في أي لحظة من اللحظات. هذو سميتهم الأرقام والواقعية. في سنة 20 نهينا السنة بواحد من الجنية تاع 72.2%، وهذا الرقم أيضا تمت المصادقة عليه لا في قانون تاع التصفية نتاع هذه السنة المالية
وتناولته مختلف المؤسسات الدولية في التقارير نتاعها. إذن من نقشوش هذا الرقم، وبين سنتين أعطينا لنفسنا الحق أننا نطلع المديونية ب 12 نقطة. وبالمناسبة وباش ترسخ عندنا الأفكار، أن نقطة نتاع البيب باش ما نديروش لي فيرغول نقولوا هي 11 مليار تاع الدرهم، كل نقطة بغيتي تزيدها 11 مليار تاع الدرهم إضافية. إذن هذه هي المنطلقات اللي كانت. زائد أننا في سنة 21 المؤسسات نتاع التنقيط كنا في انفستيتمنت جريد هبطتنا، وبالتالي التنقيط نتاع بلادنا في سنة 21 هبط صنيف الائتماني. معناه أن هاد الصناديق نتاع أو المؤسسات نتاع التنقيط تدبول العالم للمؤسسات المالية والسوق المال العالمي على أن الأمور لا تسير بخير في مالية المملكة المغربية. هذا هو المنطلق، هذه 21، هذا هو العجز، وهذه المديونية، وهذا هو الديغراداسيون في النقص. هذا البوان دو ديبار. بالإضافة إلى هذا، المنطلق دائما هذه الحكومة جات لقات هذا الشيء، جات لقات واحد الظروف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.